قول لي بقى يا برنس، هاخد حقي منكم ازاي؟ اصل انت بصراحه دماغك عجباني. قصدك تاخد حقك منهم بس، لكن مني مش هينفع، لان انا الوحيد اللي هعرف اجيبهولك. مش فاهم حاجه. يعني المصلحه انك تسيبني. يبقى اخد حقي منك الاول. ما انت غدار خدير عبسرور. صور لي الباشا كده وهو بيقول الكلام ده من الاول وجديد، عشان لو لعب بديله كده ولا كده هنسلم الفيديو للبوليس. اهو الفيديو اهو يا باشا. اعتقد بقى كده ان انا بقيت في السليم والحكومه مش عايزه مني حاجه. يلا بقى يا باشا، اقبض عليهم وهات الحق منهم. بتهمه ايه؟ نعم. اه والله زي ما بقول لك، بتهمه ايه؟ انت فاكرك ان الفيديو ده دليل؟ هيجي المحامي هيقول لك والله الفيديو ده اتسجل بدون اذن نيابه. الفيديو ده اتسجل تحت التهديد. مش ده الحل. لو عايز الحل الصح لازم نفضل وراهم لحد ما نوقعهم متلبسين. طب يا باشا ربنا يوفقكم. ربنا يوفقنا. انت لازم تساعدنا. انا قدرك هو اللي خلاك تتورط في القرف اللي انت شفته ده، وهو اللي خلاك برضو يجي لك فرصه من ذهب علشان تساعد البلد في القبض على الكلاب دول. الحكايه ان ربنا اختارك عشان توقع ناس موديانا في 60 داهيه بفسادهم وقرفهم. ويكون في علمك مفيش اشرف من اللي بيموت علشان بلده. قلت يا عبد الصبور؟ ايه؟ سعادتك بتكلمنا؟ يا عبد الصبور الباشا بيكلمك طبعا. انتوا عايزين نموت؟ وانت طول تموت علشان بلدك. ما تقلقش، هنبقى في ظهرك مش هنسيبك. يا باشا انا بحب البلد بس انا صغير قوي والناس دي كبيره تبلعني. بعد اذنك يا رؤوف باشا، ما تقلقش عبد الصبور، احنا هنخليك قدهم. ونصيحه مني، ما تفوتش الفرصه دي. اللي تشوفه سعادتك يا باشا. شحاتة عمر يا باشا، عايز الخطة اللي قلت لك عليها تتنفذ بالحرف الواحد، مش عايز غلطة. تمام عليك. وقف ليه؟ اتحرك. تمام يا باشا. أنا حاسس إنه هيبوظ الخطة بسبب الفيديوهات والحاجات اللي بيعملها من دماغه دي. لو تسمح لي سعادتك، أنا شايف العكس بصراحة. الفيديوهات دي اديته مصداقية لدرجة إن الطرفين عايزين يخلصوا منها. أديك قلتها. يبقوا خطر عليه وعلى العملية لو جرى له حاجة. متقلقش يا فندم. إحنا المرة دي مراقبينه من بره ومن جوه. هو عمل حاجة من غير ما ياخد باله يعني. أول ما طرد الناس اللي كانوا شغالين مع سليم، أتاح لنا فرصة إن إحنا نعين ناس من عندنا. سفرة جاية وشغالين. دول متابعينه 24 ساعة. سبحان الله يا فندم، الواد ده تحسه ابن حلال وماشيه معاه. ما هي مش كل مره هتمشي معاه كده. خليه يقلل من التصرفات اللي من دماغه علشان ما يحصلش غلط. خلينا نخلص بقى. ان شاء الله يا فندم هنخلص. هو بس اليوم ده يعدي على خير وان شاء الله كله هيبقى تمام. قصدك يعني الفرح اللي هيعمله؟ ربنا يستر. يا رب، ربنا يستر يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدفاتر. اتفضل يا سيد المعلمين. اتفضل يا سيد المعلمين. شكرا يا رجاله. دلوقتي انا همضيكوا على ورق، عشان اللي هيزعل واحده من اخواتي هيدفع 5 مليون جنيه. ايه ايه اللي ايه؟ هو انت ناوي تزعلها؟ لا. امال بتبلع في رقك ليه يا عم الحلو؟ اتفضل امضي امضي ولفها. اما بالنسبه لاسماء وعباس، مش هيتطلقوا. انا مش حابب اللي اسمه طه ده اصلا. طب الحمد لله. الحمد لله. ما انت هتمضي برضه. ليه يا عبد الصبور؟ ليه يا عبد الصبور؟ ده انت مفيش اندل منك وانتن منك. هتمضي ولا لا؟ لا همضي. ماشي. لفها لي يا ابني. امضي يا حبيبي. ابصم طه. تبصم ايه؟ تبصم ايه؟ امضي. تخوننا جوز اختي. مبروك يا رجاله. الله يبارك فيك. الف مبروك.